صفحة صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي، معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. اليوم كتير أسئلة عم تطرح حول غلاء أسعار المواد الغذائية بالسوق مع دخول الموازنة حيز التنفيذ. اليوم طبعاً هنالك ضرائب، هنالك دولار جمركي، هنالك لغط كتير كبير إلى اليوم ما بنعرف شو هي لائحة المواد الغذائية المستثنات من أي زيادة. للاطلاع أكثر على هيدا الأمر أو شو هي البضائع اللي حيغلى سعرها، بدي استقبل اليوم نقيب مستوردي المواد الغذائيه الاستاذ هاني بحصري. مساء الخير. اهلا فيك. اول شيء بدي اتشكرك على يعني اليوم لبيت لنا الدعوه، انا بعرف حضرتك قد ايه مضغوط. اليوم في كثير كلام يعني احنا عم نسمع كثير قصص انه في غلاء حتزيد هيدي الاسعار. صحيح. في تسعير وما في رقابه، عم نلاقي فرق كثير كبير بالاسعار بين محل والثاني والناس ضايعه، شو اللي زاد عاملينه وشو لا؟ بدي اعرف من حضرتك حتى ما كثير اسالك واتشق بالحديث، شو هي المواد يلي بالفعل حتغلى وهل في خطر على الامن الغذائي؟ يعني هل حنوصل لوقت ما قادرين نستورد مواد غذائيه؟ يعني سالت كثير اسئله، خلينا نجاوبهم واحده واحده. اولا يعني نحن دائما عم نشتي بغلاء الاسعار جراء ارتفاع سعر الصرف، وهذا طول عمره موجود. طبعا يعني على سعر صرف 40,000 ليره الموضوع كثير صعب بالنسبه للمواطن، خاصه انه المداخيل ما عم بتزيد. لكن نحن اللي هلا صرنا اسبوعين ثلاثه عم نحكي فيه هو اكثر الموازنه وانعكاساتها على الاسعار. الموازنه مثل ما بتعرفي اقرت 15,000 دولار جمركي، 15,000 يعني اللي بيقرا الموازنه ما حيلاقي رقم ال 15,000. لكن مثل ما بيقولوا شرح انه يكون في رقم غير رقم ال 1500 ليره، وهذا لما ما يكون 15,000 يعني يكون هلا 15,000 يكون يرجع صيرفه، فيكون 30، فيكون اي شيء بالوقت. مثل ما بتعرفي كمان انت يعني خبيره بهالموضوع، الموازنه هي قانون وبيلحقها مراسيم تطبيقيه، وبالتالي نحن لاحظنا ثلاث بنود بالموازنه هن اللي بدهم ياثروا على الاسعار. اولا سعر الصرف، يعني سعر الدولار الجمركي 15,000. ثانيا البند الذي سوف يلحظ 10% على الاصناف المستورده التي يصنع منها محليا وبكميات كافيه تكفي السوق المحلي، وهون في شويه اخذ وعطاء على هالموضوع، وفي بند 3% يطبق على كل اصناف التي تدفع كفاءه، وهيدا البند الثالث بلش موجود بس كان موجود وقتها حمايه للصناعات الوطنيه، وكان بيرسم تامين رجع وقف لانه كان عنده فتره معينه وخلص وقف، رجع نحط هلا وهذا بلش تطبيقه ابتداء من شركة ايام، لكن بعده بلش تطبيقه هلا على مستوى ال 1500 ليره، وبالتالي انعكاس 3% بالوقت الحاضر على الاسعار هو طفيف جدا ولو حتى مش يعني تقريبا مش موجود، لكن هذا يعني انه بالاخر في حيكون في لما بكره الدولار الجمركي يصير 15,000 او يرجع لمستويات اعلى حيكون له وزن، وهيدا على كل الاصناف اللي بتدفع تي في اه، وهذا مش بس المواد الغذائيه، كل الاصناف اللي بتدفع تي في اه ما عدا استثناء يمكن اذا ماني غلطان البنزين والمحروقات ويمكن المعدات الصناعيه، حتى مش المواد الصناعيه، مشان هيك الصناعيين كمان اعترضوا على هالبند هيدا. هلا لنرجع للبندين الاساسيين اللي هو الدولار الجمركي 15,000 و10% ضريبة الحمائية اللي سموها شيء من هيدا النوع، سموها رسم نوعي. أول شيء بنحكي عن الدولار الجمركي، عم يصير في لغط على إذا حيطبق الدولار الجمركي على شيء وما حيطبق على شيء ثاني، لا الدولار الجمركي سوف يطبق على كل شيء، يعني بدل ما الفاتورة لما تجي بال مثلا بالدولار فاتورة 100,000 دولار بدل ما بدك تعطيها قيمة باللبنان حتى تحتلها ضريبة، بدل ما تنضرب 1500 ليرة حتنضرب ب 15,000 ليرة، وبالتالي حتكون 10 مرات أكثر رسمة. طبعا الرسم الواقعي هلا على 1500 ليرة تقريبا ماشي، وبالتالي تعتبر كل الأصناف اللي عم تستورد كأنها كانت معفية من الجمارك أو تماركها كثير واطية، لكن بدها ترجع لمستوياتها اللي بيقولوا بين هلالين الطبيعية. طبعا نحن مع إنه تسترد الدولة مداخيلها والجمرك من ضمنهم، لكن كان نحن عنا اعتراض انه قبل ما تقدم الدوله على بس فرض الضرائب على المواطنين، لانه هذه ضرائب مباشره مش غير مباشره، في كثير مداخيل ثانيه
كلنا بنعرفها يعني بنسمعها كل يوم بالإعلان، وقف التهريب، وقف الهدر، سيدة استحالات يعني. ما هو اللي عم بتصير انه بالاخر دائما عم تطلع على جيبة المواطن الفارغة اصلا. من هنا نحن اعتراضنا على رفع يعني على تطبيق الدور الجمرك على المواد الغذائية. ونحن بنقابتنا صار لنا من لما بلش ينحكى بالدور الجمرك اللي عم نحكي من سنة تماما شهر 11 من سنة 21، اثرنا الى طلب من المعنيين من دولة الرئيس ومن الوزراء المعنيين إلى إعفاء بعض الأصناف الأساسية التي تدفع جمارك غالية من الدولار الجمركي. هون اللي اللغط اللي عم بيصيروا نحن ما عم نقول ما تحطوا عليه دولار الجمركي، لكن النسبة العالية خفضوها. هون بعطي أمثلة، في أصناف طبعا ما بتدفع جمرك، الرز، الحبوب، السكر، بعض المعلبات اللي هي بس معلبات السمك واللحوم ما بتدفع جمرك او بتدفع جمرك كثير واطي ضمن ال 5%، لكن في معلبات بتدفع 35%، وهذه لا تصنع محليا. انا هون كثير بدي صرف مثل التونه مثلا، سؤالي التونه ما بيدفع، التونه ما بيدفع، التونه ما بيدفع، والتونه اساسا لا يصنع محليا، يعني ما فينا نحن نفوته بهالمجال. بس مثلا معلبات الخضار، معلبات الفواكه، مثلا الفطر، الذره، هل يصنعوا محليا؟ ما لا يصنعوا محليا. هلا مثلا عرفتي مثلا مصنع محليا يمكن مثلا الفول والحمص وهالامور، بفهم انه في صناعات محليه لهالشيء وهي اساسا عليها حمايه، لكن اصناف صارت اساسيه. انا ليش انا عم صر على الذره وعلى الفطر؟ لانه هدول صاروا اصناف يوميه، صار العائله اللبنانيه بتستعيد عنا محل، عندها مصدر غذاء يعني البروتينز، الكاربز السكر، يعني السكريات هن الرز، بس البروتين هو عم يحطوا ذره او عم يحطوا فطر محل اللحمه، وبالتالي صارت اصناف شعبيه حرام تضلها تدفع 35%. ولما بيصير عليها جمرك يعني يرجع يتطبق على 15000 يمكن يرتفع سعرها 12%. وهي قد ايه يعني مثلا بيصير سعرها؟ يعني علبه الذره حقها تقريبا حسب الماركة وحسب هذا بين ال 40 وال 50000 حبة الذرة. طب هيدي بدها تصير بين ال 60 وال 70000 او 75000. طب ما هي يعني بتعرف هي كان حقها 3000 ليرة قبل او 4000 ليرة قبل، صارت ثقيلة. ويعني لو واحد يعمل يخني ويحط فيها شوية فطر وشوية ذرة صارت بتكلف الصحن، صار يكلف 200000 ليرة. فنحن يعني كثير حاولنا وبعدنا عم نحاول إعفاء هذه الأصناف من الجمرك الغالي حتى لما يتطبق عليها ال 15000 ليرة ما يرتفع سعرها كثير. نعم. طبعا في أصناف ثانية كثير مهمة، يعني مثلا الأجبان، الأجبان تدفع 35%. نعم. يعني خلافا لما يشاع. هلا طبعا عندنا الأجبان المحلية، بس الأجبان المحلية عادة أجبان بيضاء، الحلوم والدوبل كريم وهدول، هدول اساسا يعني لا يستوردوا اساسا، هن دائما عم بيكونوا مصنعين محليا. والاجبان اللي بتجي من برا هي اجبان اللي عاده ما بنقدر نصنعها. اشقوان مثلا قسم كبير، يعني انه بدنا نصير يعني اساسا هلا في كثير ناس ما بقى عم تشتري اشقوان غنم لانه صار غالي كثير. بتشتري اشقوان بقر، يعني حرام نحرم المواطن اللبناني من جملة الأشقوان. انا مؤيدي الأشقوان البقر. شفتي كيف؟ بغض النظر انه عم بيصير في محاولات من عند الصناعيين اللبنانيين انه يصنعوا أشقوان، وهذا طبعا نحن بنشجع. لا لانه زادوا خطوط الانتاج يعني بعد أزمة. هي صناعة الأشقوان منا هي. ما كثير بفهم فيها حتى اعطيك التفاصيل. بس صناعة الأشقوان منا بالسهولة اللي بتصنع فيها الجبنه البيضاء، مشان هيك نحن ما قدرنا نصنع اشقوان لانه بدها حليب كثير، بدها نوع معين من الحليب، الا شروط صعبه. وبالتالي يعني الاشقوان هلا بتقولي لي الاجبان الفاخره يمكن، بس هو اساسا مجموع الاجبان الفاخره استيرادا ما بيكون هالرقم الكبير حتى يكون في او ما حيأثر على الصناعات المحليه. يعني اذا انت رفعتي سعر الاجبان الفاخره او لا، هذا الموضوع انه نحن اذا غلينا كثير الفاخره ونحن بدنا نضلنا نشتغل على انه نكون بلد سياحي، ولو حتى كانت السياحه من
المواطنين اللبنانيين المغتربين او من بعض ال يعني دول الجوار، لانه بتعرفي هلا الخليج بعيد عنا، بس يمكن اذا كمان بيعتنا هالشيء، بس انا ما بدي فوت بالجدل، بس انا كان بدي اقول لك مثلا الاجبان قسم كبير. هلا في اصناف ثانيه مثل السكاكر مثلا، يمكن لبعض الناس السكاكر تعتبر من الكماليات، بس قولي لي رب عائله عنده ثلاث اولاد صغار، لا بطل الكماليات. اذا السكاكر هي من الكماليات او من الاساسيات، وبتدفع 25%. صحيح عندنا صناعات محليه، لكن الوفر الموجود من البضائع المستورده، وهون ما عم دور نحكي نحن من بلاد كثير بعيده او بلاد غاليه، نحن عم نحكي سوريا، تركيا، مصر، في اصناف. هيدا الموضوع كله كثير عم نحاول نقنع المسؤولين، وانا تواصلت مع عده مسؤولين وكانوا مقتنعين انه لازم هالاصناف تنعفى من الجمارك، او يعني اذا ما انعفت على القليله يتخفض نسبتها حتى تصير مقبوله من هالشيء. بدي اعرف منك هيك اذا بدي طمن المشاهدين، نعم. لانه عم يسالوا في خطر على الامن الغذائي. شوف الامن الغذائي انا كان بدي كفي لك الموضوع، نعم. لانه في موضوع ال 10% كمان مهم كثير. ايه اكيد تفضل. خلينا نحكي لك عن 10%، يعني نحن اول بند هو وهيدا البند اللي نحن كنقابة مستورين عم نجرب دائما نخفض. في البند ال 10% اللي هو نعمل لحمايه الصناعات المحليه. طبعا ولو حتى نحن مستوردين ويعتبر الصناعيين هن خصومنا التجاريين، وهذا شيء طبيعي، لكن كمان اولا على كل قطاع الاستيراد اللي هو كمان قطاع حيوي، بهالشيء نسبة للقطاع الصناعي وحيؤثر على اسعار الاصناف المستورده. طبعا اللبناني عنده خيار انه ياخذ البضاعه المحليه، وهذا طبعا احنا شيء رغم انه ضد مصلحتنا كقطاع، لكن نحن بنفكر كمان بالقطار بالاطار الوطني لهالموضوع، لكن لازم اصرينا نحن انه نطلب من المسؤولين يفيدونا شو هي الاصناف التي سوف يرتفع سعرها، يعني حيحط عليها 10% وشو ما ينحط عليها، لان القانون كان واضح. تطبق 10% على الاصناف التي تصنع محليا والتي بامكانها يكون في اكتفاء ذاتي، وتحددت الاسبوع الماضي انه يكون في ثلاث مصانع. هون نحن الجدل تبعنا شو بيصير؟ انه طيب اذا حاجه لبنان 10,000 طن وفي ثلاث مصانع بيعملوا كل واحد 1,000 طن. يعني الكرايتيريا تبع ثلاث مصانع مش دائما مضبوطه. نحن ليش عم نقول الشيء؟ نحن بالعكس انا كثير بدي اكد، ونحن عم نحكي هلا احنا بنأكد انه نحن مع تحفيز الصناعات المحلية، لكن ضمن ضوابط معينة يوصل بالاخر للمستهلك السعر الوطني. نحن شفناها هيدي بالزيت لما صار في حط 10% على الزيت، ولما فتنا بالدعم وصار اندعم وقتها، لما صار الدعم اندعم الزيت المحلي، يعني المستورد خام ومصنع محليا، والتخزين كانت نتيجتها انه ما كانوا يكون في كميات كافيه مدعومه يعني محليه، وصار الفوضى، وشفت الفوضى اللي صارت بهالشيء. نحن ما بنريد يتكرر هالشيء. اذا طبعا قادرين نامن للمستهلك اللبناني السعر الاوفر، هذا شيء طبيعي، لكن اصرارنا نحن بهالموضوع، اصرارنا عبر وسائل الاعلام ومع المسؤولين مباشره، يعني مع الوزراء المعنيين، مع دوله الرئيس، على بالاخر على اصناف المواد الغذائيه يكون سعرها مقبول، ان كان استيرادا او ان كان تصنيع محلي. ونحن لما طلبنا لوائح، ثمت من ما يقال انه نحن طلبنا هاللوائح مشان نرفع اسعارنا مشان نحتكر الاسعار، هذا مش مضبوط. نحن حابين نعطي شفافيه، لانه بالاخر المواطن ما بيعرف كيف هاللوائح، حتى نخبر قبل بوقت ونخبر الراي العام، هذا الصنف حيغلى، هذا الصنف ما لازم يغلى. وهون برجع للامن الغذائي. الامن الغذائي له ثلاث عناصر دائما بنحكي فيه: وجود الغذاء، الوصول الى الغذاء، وصحه الغذاء. نحن لما ببياننا من اسبوع حكينا بالتهديد الامن الغذائي، حددنا
بيبقى الوصول الى الغذاء، وبالتالي البضاعه هتضلها موجوده، يعني الوجود وصول الوجود الغذاء هنضلنا نقدر نستورد بالوقت الحاضر. لكن احنا خشيتنا على غلاء هذه الاصناف، والعنصر الثاني اللي هو الوصول الى الغذاء، يعني امكانيه المواطن في خطر يعني انه يقدر يشتري البضاعه، هذا اللي حكينا فيه، حبينا نحن نوضح شيء. بتشكرك كثير نائب مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني بحصلي. إذا مشاهدينا الكرام، يعني إن شاء الله تكون الصورة وضحت، ونحن بدنا نرجع هلا قدامكم، بدي أخذ من أستاذ هاني إنه حنرجع نكون عندنا لقاء آخر معه لنشوف إذا تحددت لائحة السلع المعفية من هذه الزيادة.